عسلامة الأولاد، شنو أحوالكم لاباسة؟ اليوم جيت وجبت لكم معايا غوسيت سوربريز نتاع بوليريو لو باني. تقعدوا معانا للآخر باش تشوفوا شنو هي الغوسيت وكيفاش باش نخدموها مع بعضنا. بيان سور فما زادة لي زانغريديون نتاع الباني كيما استأنسنا. أنا اليوم عندي كعبات بروكولي هاكا فورتهم، وعندي معاهم شامبينيون كيف كيف سوتيتهم. يا أخي عملت لكم شوية خضرة في الباني نتاعكم، بروكولي ومعاهم الشامبينيون. زدت باش نعطيكم كعيبتين دقله هكا باهيين، باهي الدقله فيها دي سكر لون يعاونكم هكا على التركيز، سورتو سورتو كي يطول بكم النهار شويه في المكتب. شيختكم حسيدو اليوم في الباني، عملت لكم زيدا البودينغ نتاع الشيا هاكا كيف كيف، وبيان سور الغوسيت نتاع بوليريو لو باني. اليوم في الغوسيت باش نعملو دي كاب كيك. كاب كيك واحدة واللي عنده برشا صغالي واللي عنده باش يعمل دي كاب كيك. هذيك علاش انا خديت كعبة مفين كريم كاكاو نتاع بوليريو، معاها خديت الشوكولا بلون ذوبتها هايكا، معاها كريم، معاها بودر دو لوز، فوالا لوز مرحي. وكان عندكم هكا كعيبات حلوة كيما يحبوهم الصغار هذوما كيف كيف، باش نزينوا بيهم من الفوق باش تولي عندنا جوستومون حاجة كيما الكاب كيك. دونك ناخذوا كعبة المفين، من بعد نجيو نحطوا من الفوق الشوكولا بلون الذيبة باش نعملوا كي توبينغ فوقها. من بعد نجيو ناخذوا اللوز المرحي نرشوا فوقها ونزينوا في الاخر باللي تحبوا عندكم. كان عندكم دي شوكولا دي بونبون هكا، ولا حتى دي شوكولا هكا، هي شوكولا ومن الفوق شوكولا، انتوما عندكم حريه الاختيار باش تزينوا من بعد من الفوق كعبه الكاب كيك نتاعكم. المهم في الاخر باش تخرج لنا كعبه كاب كيك كيما هذه تعمل 66 كيف، تعجب برشا الصغار والكبار علاش لا زيد. انا اليوم هذه هي الايدي نتاع الغوسيت وكيف كيف الايدي نتاع مكونات الباني نتاعكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الاولاد. انتم كيما استانستوا ما تنساوش باش تتفرجوا فينا غدوه على نسمه جديده الستة نتاع العشيه. انا عندي لكم غوسيت اخرى نتاع بوليريو سوربريز. بوسكم بمساهمه جلدينا. محلاك محلاك يا لميمة فانواز، حلوة منك. شنو حوالكم؟ لاباس عليكم؟ روحتوا من خدمكم، ارتحتوا، نحيتوا حوايجكم، قعدتوا قدام التلفزة، توا الوقايت نتاع كوجينتنا هكا. انا جيت وجبت لكم معايا دي زيدي نتاع دو غوسيت، واحدة منهم سالي، واحدة منهم سكري. السالي هي لحمة التن، والسكري هي المحكوكة. المحكوكة نتاعنا حاجة من الحاجات الحلوة اللي تراديسيونيل اللي نعملوهم في الكوجينة التونسية، لحمة التن كيف كيف زادة. تبقينا لحمة التن نتاع اليوم رانا منيش باش نعملوها باللحم، باش نعملوها بالبلون دو بولي هكاكا هاكا، ممكن حتى على المصروف وعلى نضعيو شويه قفه المواطن، ممكن اقل شويه التكلفه نتاعها من التكلفه نتاع لحمه التن اللي باللحم اللي نعرفوها احنا نتاع العاده نتاعنا. دونك هذيك علاش انا خذيت بلون دو بولي، عملته هكا شرايح كيما نقولوا احنا، خذيت دي شرايح نتاع اسكالوب زاد كيف كيف، يا اما البلون دو بولي وتحلوه ولا تاخذوا اسكالوب حاضر هكاكا. عندي العظم الطايب هذاك اللي باش نعملو بيهم بعد البريباراسيون، باش نتحط فوق لحمة التن باش نبشروهم بعد، الكبار، الفخوماج، المعدنوس، اي بيان سور اي سورتو سورتو التن والثوم. بون الثوم والبصل وهذم باش نعملو بيهم الصوص اللي باش تمشي مع لحمة التن للفور. دونك قبل ما نحضروا احنا ديجا لحمة التن نتاعنا، إجا خلينا نعملو قبل كل شيء الصوص طومات اللي باش نفرشو فوقها لحمة التن. صوص طومات سهلة برشا، ما فيها حتى شيء، جوست زيت،
بصل ثوم وتومات كونسنتري اكها تحبوا تردوها مزوزة اكثر تحطوا معاها هريسة عربي تحبوها معناتها نوتخ ما فيهاش توزويزة ولا حاجة كيما هكا طيبوها عادية بصل ثوم طومات كونسنتري والزيت بيان سور إذا كان نحطو مدلول نسخنوه باش نسوتيو فيه البصل ثوم والطماطم كيما قلت لكم الفحات متاعنا هكا كيف كيف حضرنا التيبل والكروية المفوحين الفلفل الأحمر الكليل والزعتر هذوما اللي باش نفوحوا بهم الفخس مش فخس البريباراسيون اللي باش تحط فوق لحمة التن بيان سور دونك سخنا الزيت كيما قلنا نحطوا البصل متاعنا يتقلى هذه الصوص جوست تطيب نخليوها دو كوتي دونك نقليو البصل هكا مليح مليح حتى كشلين يذبل ومن بعد نخلطوا عليه الطماطم نحلوها في شويه ماء الثوم نمرقولهم شويه ونخليوها ماهيش واقفه على زيتها على خاطر لازمها تكون ليكيد شويه صوص بيسكو باش تمشي للفور بيان سور باش تعاود في الفور تعاود تشرب هي بالكدا تعاون لحمه التن باش تطيب وقتها تقف هي الصوص اللي حشتنا بها بالضبط مع لحمه التن لحمه التن اللي كيما قلت لكم اليوم باش نعملوها بالبلون دو بولي مش باللحم نعرفوا احنا قبل لحمه التن ناخذوا اللحمه ومن بعد نهرسوها بالمطرقه هذيك نتاعنا لين تولي بلات هكا بعد نزيدوا عليها البريباراسيون هذيك الفوقانيه حاجه شيحه وبنينه هاكا ما فيهاش لا زيوت لا مقلي لا حتى شيء وفي الفور دونك ما عندكش برشا وقفه على الغاز باش تقعد تحضر فيها جوست دي البريباراسيون شويه تحضير الصوص من الاول وكها ما فيها حتى شيء دونك نحلوا الطماطم كيما هكا نقليوها شويه فما شكون ميحبش يقلي يطيب على البارد طول انا استنست من قبل طنجرتي ديما كي نحطها نحب التقليه ماما فما شكون يقول لك ماهوش صحي زاد التقليه من عشينا هكا نحلو فيها الطماطم توا نجم نزيدو الثوم هاكا الثوم نفوحو بيان سور الصوص نتاعنا فلفل الكحل والملح نحطو فيها شوية تيبل شوية فلفل أحمر هذيك الصوص نتاعنا الشهيرة بنينة الحق نحطوها مع التسطيرة ولا مع صحين المقلي كيف كيف وفي الصيف ديما نعملوها بالطماطم الحية جينيرالمون طماطم كعب معناه هذي نكملو نمرقولها خليوها تاخو غلوة مادام احنا كمان حضرنا لحمة التن نتاعنا فوالا هذي سي بون تزيد تغلي شوية نقصتينا شوية على الغاز من اللول خاطرني نقلي فيها تزيد تغلي شوية ومن بعد نمرقو بها توا نجيو للحمة التن باهي هذا نحيوه ما عادش حاشتنا بيه لحمة التن باش نحطوها في البلاتو نتاع الفور نفرشو لحمتنا لحمتنا انا كيما قلت لكم خديت لي ترونش نتاع البولي دونك نفرشوهم هكا كان تحبوا تقصوهم كل هكا دي ترونش صغيرات نتوما واش يظهر لكم انا باش نعمل بهم باش نغطي بهم البلاتو الكل باش نحاول نعمل بهم فرشه كامله معني قلت لك خديت البلون دو بولي قلت لكم خديت البلون دو بولي دونك هاك سينو تحبوا تقسموهم حسب العدد نتاع بورسيون دي بورسيون قد جماعه الدار قد افراد العائله دونك هذا هاك سي بون توا باش نجي جوست نحضر البريباراسيون
هذيا هوني ما فيها شيء، جوست باش نخلط كل شيء مع بعضه. اها المعدنوس المقصوص جيت، الكبار، الفخوماج باش نحط شطرو وشطر الاخر باش نخليه من الفوق هكا، نعم، والعظم اللي باش نرابيوها قبل نبشروه هكا. فيها عظم طيب وفيها العظمة هذيك النية اللي باش نلم بها من بعد الخليط الكل. آه هذه حاجة من الحاجات اللي الحق متاع ربي البريباراسيون متاعهم سهلة، ما تشدش برشا وقت ومتوقفة في الكوجينة وبنينة زيدة برشا. هاكا تعوضك المرق واللي بلا اللي نقعدوا كل مرة احنا حايرين شنو باش نطيبوا، يحبوها برشا زيدة الصغار كيما الكبار. حتى كان انتوما تعملوا على رواحكم باش تهزوا ساعات طيبوا وتهزوا فطوركم معاكم للخدمة، هيك حاجة تتهز سهلة فيها حد شيء، سكر عليها في وسط الحكة وتهزها، ماهيش كي تبدا حتى الليمون المرق والشرب الكل كي نهزوهم معانا يوصلوا للخدمة مشي. هذا نخلطوه هكا كيما شفنا، نزيدوا عليه التون دو التسمية متاعها، دونك المكون رقم واحد في لحمة التن ما يجم يكون كان تن بيان سور. هاك هذا سيدي نجي ونفوحو هاكا، فلفل لك حلو ملح، فلفل أكحل غادي، فلفل أكحل هون، لقينا لحم لي ترونش نتاع الدجاج باش نفوحهم هوني في وسط البلاتو، الملح كيف كيف، هو مش مشكل راهو من بعد اللحمات، اللحمات ديما نقول لحمات، ما انتم تعرفوا توا اللي احنا اليوم في الغوسات نتاعنا بدلنا اللحم بالدجاج، اللحمات ياخذوا من بعد المطعم نتاع الصوص اللي باش يطيبوا فيهم. دونك حتى كان نسيت ساعات ننسى دائما، حتى كان نسيت ما فوحتش مش مشكلة، هاكا من بعد باش ياخذ المطعم نتاع الصوص شويه كليل هكا وزعتر يفوحوا الدجاج. الحق الكليل والزعتر حاجه تبدل المطعم نتاع الدجاج جمله، وهذا زعتر كيف كيف هكا، وهذه باش نجيو نخلطوها هكا. شفت كي قلت لكم الحكاية كلها ما تشدش حتى 10 دقائق ما أكثرش، نخلطوا هكا، نفرشوا الفخس نتاعنا غادي نفرشوه هوني قدامكم هكا، ونتفقد ساعة قبل كل شيء الصوص هي اللي باش نسقي بها وندخل البلاتو قبل ما ندخل البلاتو للفور. صوتي طايح، انا قلت لكم انا الجمعه هذه مريضه شويه، دونك كي شفتوني هكا ساعه ساعه تحت كمل حتى رياض مسلسي يجي هكا يشوش عليا شويه ما فماش، كتحسني نمشي كل حاله زوم شويه بشويه، نتكلم بشويه نتحرك بشويه. ها هذا نفرشوه هكا كيما قلت لكم، كين تحبوا تفرشوا كيما عملت انا على البلاتو كله، سينو تنجموا تقسموهم حتى لي ترونش اللي خذيتوهم نتاع الاسكالوب قد افراد العائله، كل واحد تجي ترونش نتاعو كامله معناتها، والا هكا ومن بعد تقسموا مش مشكل. هو هكا منظرهم في البلاتو شباب هكا كلها مفروشه كلها هاك. هكا نحاولوا نحطوا الفخس بطريقه اللي هي تتغطى الكلها قد قد
فوق الدجاج نتاعنا الكل هكا نغطيه هكا. الصوص كيما قلت لكم ما نخليوهش تعقد برشا، يلزمها تكون ماهيش عاقده على خاطر باش تعاود تدخل مره اخرى للفور. هاو هاتيك ما كيما هكا نجي ونسقيه هكا. فما شكون يعملها لحمة الطن بلاش صوص زيدا، انتوما واش تحبوا، فما شكون يطيبها وحدها معناتها بلاش صوص اللي فوقها هكا، تحبوها اكثر هكا كونسيستانت الغوسيت هكا تنجموا تزيدوا معاها الصوص نتاعها. ما ننساوش اللي احنا خلينا شويه من الفرماج باش نحطوه هكا من الفوق. كل شيء طيب هو هوني، الصوص طيب، الحشو هذاك اللي حاطينه من الفوق طيب، والدجاج نعرفوا اللي هو ما يشدش برشا وقت في التطيب معناتها ماهوش كيما اللحم. دونك من هذيك علاش حطيت من توا انا الفرماج، على خاطر الحكايه كلها 10 دقائق اون فادير اكثر شويه من 10 دقائق يذوب هذيك مع الصوص يطيب الدجاج نتاعنا ويخرج البلا نورمالمون ويبدا طايب قد كيما نحبوه احنا. دونك سخنت الفور، سخنت الفور قبل انا 180 درجه، حطيت هاكا توا البلاتو نتاعي نتاع ربع ساعه من زمان هكاكا، ومن بعد نخرج البلاتو بعد ما يطيب معاهم هما كيما مع البلا نتاعنا. كيما قلت لكم في الدبارة نتاعي اليوم قلت نعمل حاجه حلوه اللي هي المحكوكه نتاعنا التونسيه، سامبلا فون بلا معناها حاجه حلوه من الحاجات اللي احنا ياسر نحبوهم في الكوجين في الكوجينه نتاعنا. ايدي نتاع توا عادك بيه جاي رمضان وكل ايدي تنجم تكون باهيه برشا نتاع سحور سورتو، والا حتى كان نحبوا نبعثوها حتى مع الاولاد هكا لوم جا تهز لهم شويه قلوبهم وكل شيء. دونك اجا الساعه نقول لكم باغ ايتاب كيفاش باش نحضروا المحكوكه. عندنا اسامي بالحق غريبه عجيبه في الكوجينه التونسيه. دونك هذا هو وهذا زيت الزيتون. باه نقول لكم شنو يلزمنا ساعه قبل المحكوكه. عندنا السميد اللي هو انا اليوم خذيت السميد المتوسط نتاع ارندا هذا اللي مش جيد برشا ومش الخشين، السميد المتوسط اذا كان تقمروا نتوما بالالوان راهو اللي لونه الباكو اللي لونه موف هذاك نتاع ارندا هذا هو. دونك حطيت السميد باش نبثبثو بالزبده اللي ديجا ذوبتها سبق وذوبتها، وعندي هوني بالماء كيف كيف باش نكمل نبثبث بالماء اللي نتولي عندي براتيكمون عجينه. العجينه هذه كان بعد باش نطرحوها في بلاتو بابي بابي بان سمر فاش تخمم يا سمر مش بابي بان يا جماعه فهمت، حتى ما عنديش برنامج عنديش برنامج هكا تبيض في الدار ولا حاجه. بابي كويسون فوالا بابي كويسون في البلاتو نهزوها للفور هي تشد روحها هكا وتولي كي البسكوي، نخرجوها نرحيوها مره اخرى. قول علاش هي تو الدوره هذه الكل معناتها يلزمك تدور باش تعاود تهز باش تعاود تخرجها في الاخر مرحيه مره اخرى. من بعد باش نسقيوها بسيرو، سيرو هاكا يبدا بارد بزيت الزيتونه، ونزيدوها في الدريساج اللي عندكم في الدار في خويسك. معنى ديما نقول لكم انا معناها ما فماش حاجه لازمه معناتها اللي عندكم، عندكم لوز عندكم بوفريوا عندكم نوا ولكن عندكم الكل فبيه، ومعاهم كعبات الدقله اللي قصيناهم ديجا بالمسبق هاكم تريفات صغيرين. به انا حطيت لكم هذم باش تشوفوا شنو لي زانغريديون، وتوا باش نتعدى للبريباراسيون. شنو باش نعملوا؟ كيما قلت لكم باش ناخذوا السميد لا هذا نحطوه هوني خاطر باش نستحقوه في الاخر بالكل في الدريساج وقت اللي باش نجيو نزينوا المحكوكه نتاعنا. باش نحطوا السميد كيما هكا باش نزيدوا عليه الزبده ونبداو نبثثوا اون ديغي باش نعملوا بات سابلي زبده اللي ذوبناها معناها زبده جو دي بيان مذوبه ماهيش ذيبه ماهيش زبده كعب ولا هكاكا معناتها فوالا. توا نبداو هكا لازم تدخل في بعضها بالكدا
نبداو السابلاج. كاينه باش نعملوا بات سابلي بالضبط، لازم الزبده تدخل كلها في وسط السميد هكا، بثبتوا مليحة مليح كيما ريتو، ونزيدوا الماء. الماء ماهوش مهم راهو يكون، ماهوش يكون معناتها فاتر، ماء عادي جوست باش نلمو وكها، نسحقوش باش يكون فاتر، خاطر لا عندنا فيها الخميرة باش الماء يعاونها باش يكون فاتر باش تتلم باش تنفج لا حتى شيء، جوست هكا هاكا الماء عينا ميزانا ليسونسييل. من بعد يولي عندنا حاجة تتلم هكا باش نجمو نحطوها في البلاتو ونخرجوا منها البسكوي. تو تشوفوا هي يطلع كي البسكوي في الاخر حسيب، وهم عجينة تتلم هكا بالماء والزبدة. ما حطيناش فيها لا سكر لا حتى شيء، على خاطر باش نزيدو من بعد السيرو، دونك با بوزوان باش نحطو سكر. هايك تلمت العجينة نتاعنا، سي بون. استنى نجيكم نغسل يديا ونرجع لكم لحظة بركة. البلاتو نتاع الفور كيما قلت لكم حطيت فيه بابي كويسون، حضرته هاو، وباش نفرش فيه العجينة نتاعي هاك، نفرش ون بيديا هكا جوست، معناها خاطر هي ماهيش مش عجينه اللي نجمو بالحق نفرشوها بقلقال ولا حاجه، دونك جوست هوني في البلاتو نبداو ننزلو هكا، نخليو نقولو احنا نتاع سانتي هكاكا السمك نتاعها خشن العجينه نتاع سانتي باش ما تتحرقش في الفور وباش تطيب، معناها كان اخشن شويه من سانتي ما تطيبناش فيسع، وكان وجيده برشا تتحرق، دونك هذيك الفور كيما هكا سخون ديجا هو فيه لحمة التن باش نحضرها، عادك بيها تخرج هي تدخل المحكوكة هاك، نرصو هكا بيدينا باش تبدا متماسكة هي مع بعضها هكا. وقبل ما ندخلوها للفور نجيو نقسموها ديجا، نقسموها هكا وهي قبل ما تدخل الفور وهي نيه، باش من بعد نجمو في سفيسه هكا نردوها قطع هكا قطعات، باش نلقى الكلام بالعربيه تو باش ندور نحكي لكم دي مورسو، فوالا باش تخرج لنا دي مورسو حاضرين، جوست من بعد نكسروهم هكا ونعاودو نرحيوهم كيما هكا هلا هكا هكا وهكا، ساهل شي الحكاية فيها حتى شيء. هذي باش نحطوها في الفور درجين، نتاعو درجين هاني قلت لكم معناتها انت والفور نتاعكم، المهم تبدا تحمر هكا شوية معناتها اللون نتاعها يبدا يتبدل، ماهوش غامق وما تخرجش هكا بيضة زعرة زايدة، فهمت لازمها تحمر شوية تاع درجين ربع ساعة انت والفور اللي عندك في الدار، ومن بعد نخرجوها. دونك نهزها هذه للفور تطيب ونرجع لكم شوية اخر بعد ما نخرجها. اتوت باهي، هاي خرجت لكم توا السميد اللي دخلناه للفور، خرجناه كي من هكا، هذاك ايش قلت لكم انا ديجا قصوه هكا قبل ما دخلوها للفور، هايكا خرجت اها. توا باش نمشيو ان نرحيوها، فوالا قداش عندنا حكايات في كوجينتنا، هز منا دا اعجن منا ارحي منا رجع من غادي، ما يعرفوش يعملوا حاجه سهله حسيل، يلزمهم تعرف تعدي الصبحيه كاينه وهي في الكوجينه، ما كانش ما عندهاش كيف، هذا منحطوهم نرحيوهم يعاودوا يرجع كي الكسكسي، راهي ديك الحكايه الكل معناتها بعد ما طيبناهم حطوهم هوني يرجع كيما الكسكس. الحمد لله عملت معاها لحمة التن، خرجتها ديجا هاكا من الفور وطابت، تصور توا واقفة معاها مع المحكوكة على الطنجرة ليليها، فضلك عليكم سهلة لا غوسيت ما فيها حتى شيء، هاك شفتوا جوست عملنا بها العجينة ومن بعد حطيناها في الفور
لو وقفنا لحتى شيء جوست ليتاب هذه متاع نلحيوها هكا فوالا فوالا هذه هي الحكايه الكل ديجا اترحى ورجع كما قلت لكم وتشوفوا هكا تخش عليه كسكسي الكسكسي نتاعنا مش نوع مبثبث هو بيدو هذيك باش نحطوه في صحفة وباش نزيدو عليه ونجيب مغرفة تأكدوا لي هو الترحاس يعني الكل ظهروا لي زيلوا فما هكا شوية دي مغسو ما ترحاوش مش مشكل يجيو هكا خستيان شو نزيدوا عليه السيرو هو اللي باش يعطيها الحلاوة نتاعها هكا نخلطوه يولي تخش عليها يشبه شوية من العريسة الحلوة هما بو مش كيف كيف أقل شوية خاطر العريسة الحلوة تبدأ ياسر ياسر معسلة معناتها فيها أكثر شكوك وما ننساوش كيما قلت لكم باش نحطوا شوية زيت زيتون ضربة ضربة البلا دي كالوري أما ميسالش مغير فهكا الصباح وكان عملناها سورتو للوليدات باهي الحق فيها شوية زيت زيتونة وفيها الفاكية وفيها الدقلة هذه يا هوكا بثبثنيها تشرب السيرو نتاعها وزيت الزيتونة ومن بعد نزينوها بالفاكية كما قلت لكم اني عنا في الدار والدقلة انا نكمل نزينها ونرجع لكم تشوفوا كيفاش المفاجأة كيفاش زينتها لكم نرجع لكم شوية اخر تلقاني زينت المحكوكة نتاعي وحطيت لكم لحمة الصندوق في بلاتو باش نسلم عليكم قبل ما نسكر الحلقة نعملوا اي اتوت اتوت لحمة التن والمحكوكة حضروا زينت المحكوكة كما شفتوا هكا في ديكوب كملت عليها الدقلة والفخوي سيك اللي عندي في الدار ولحمة التن كيف كيف تبقى هكا بعد ما ذيب شوية هكا دوبليش الفخوماج وقاعدة الصوص كما شفتوها واقفة على زيتها حسيلو هذه هي الدبارة متاع اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم هاكا إيدي متاع عشاء اليوم انتم ما تنسيوش بيان سور باش تتفرجوا فينا غدوة على نسمة جديدة الستة متاع العشية دوبا ما تروحوا من خدمكم وتحطوا الصغيرات تحلوا التلفزة تلقاني نستنى فيكم بوغ دوتر غوسيت أنا نستنيكم غدوة ونبوسكم برشا مساهمة